أنت المولى ولا مولى عليك، أنت السميع العليم، أنت الغفور الودود، يا الله 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 يا الله. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل العرب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ فقال: الأتقى. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عن معادن العرب إذن تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الصحابة يا إخواني الكرام كعادتهم كانوا يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، من بين الأمور اللي سألوه عن من هو الأكرم، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الأتقى، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ليس عن هذا نسألك. وهذا دليل على أنه هناك أكرم من نوع آخر. الأكرم عند الله متفق عليه، الأكرم عند الله هو الأتقى. والإنسان إذا فاتك بأي شيء، فاتك بالعروبة ولا فاتك بالنسب ولا فاتك بالمال، أنت يفوت بالإسلام. فالأكرم عند الله تعالى هو الأتقى. لكن الصحابة ما كانوش يسألوا الأكرم عند الله، كانوا يسألوا الأكرم من نوع آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زاد جاوبهم، ما عاود لهمش نفس الجواب. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. ونحن نعرف أن يوسف أكرمه الله تعالى فجعله من نسل الأنبياء، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا له الصحابة: ليس عن هذا نسألك. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد الصحابة بسؤالهم، فقال: عن معادن العرب إذن تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. العلماء يتكلمون عن العرب فيقولون: إذا تكلمنا عن الناس من حيث الجنس العرب هم الأفضل، مش عند الله، من حيث الجنس، بدليل أن الله تبارك وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العرب. وإحنا اليوم يا إخواني الكرام الناس تلقاهم كل حاجة فيها عيب وكل حاجة ناقصة وكل حاجة ماشينة ينسبونها إلى العرب. شوف العرب وش راهم يديروا، هذه خدمة العرب، هذو هما العرب. لكن شوف العرب كعرب والعرب وش كان عندهم من مخزون أخلاقي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هم الأفضل من حيث الجنس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبه اختلاف الناس في أعراقهم باختلاف معادن الأرض في الأرض، فقال: عن معادن العرب تسألون. وفي رواية أخرى: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن والعرب في حد ذاتهم معادن. فكما أن الناس يختلفون، كما أن الأرض تختلف معادنها من
حيث ما هو نفيس وما هو رخيص كذلك الناس والعرب يختلفون في طبائعهم من النفيس إلى الخسيس. الله تبارك وتعالى يا إخواني الكرام حتى يبين لنا فضل العرب، هذا العرب اللي نسبوهم الصباح ونسبوهم العشية، جعل نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من العرب، وهذا الأمر لازم العرب هم أنفسهم يفهموا هذا الكلام حتى لا يستصغروا من شأنهم ومن أمرهم، لأن العرب اليوم راهم يعيشوا واحد الهزيمة نفسية عجيبة، حاسين رواحهم هم الأخرين وحاسين رواحهم يعني هم في مؤخرة الركب في كل شيء. فالله تبارك وتعالى اصطفى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وجعله لا نقول من العرب ولكن من خيار خيار العرب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من بني هاشم من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فلم يزل عليه الصلاة والسلام ينزل من أصلاب آبائه من أخيارهم إلى أخيارهم حتى ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم من العرب، ولذلك اليهود اغتاظوا لما كان النبي عربي ولم يكن من بني إسرائيل وكان من بني إسماعيل، حتى قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. الأمر الثاني يا إخواني الكرام، لماذا جعل الله تعالى رسوله الكريم من العرب عليه الصلاة والسلام؟ لأن العرب كانت عندهم منظومة أخلاقية عجيبة. في بعض الأحيان يقول لك ما هو العرب، لو كان نقصوا العرب بالأمم في ذلك الوقت لاستطعنا أن نقول العرب في ذلك الوقت في الجاهلية لم يكن لهم دين ولكن كانت عندهم أخلاق، وغيرهم ما كانت عندهم لا أخلاق ولا دين. العرب كانت عندهم أخلاق عجيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجاء في حديث آخر في لفظ البخاري ومالك إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالله تبارك وتعالى اصطفى رسوله واختاره وجعله من هذه الطينة ومن هذا المعدن الذي نحتقره نحن اليوم، نحتقر التاريخ تاعنا ونحتقر اللغة تاعنا ما نتكلموش بها ونعتبرها أنها لغة يعني لا تساير العلم ولا تواكبه، مع أنها حوت كلام رب العالمين اللي هو القرآن العظيم. إذن فالله تبارك وتعالى جعل نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العرب لهذه الأسباب. نحكي لكم هذه القصة باختصار وأختم لكم هذا المجلس الطيب بعد ما نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، باش تشوفوا كيف العرب كانت عندهم أخلاق عجيبة وعظيمة. مر النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي بكر الصديق على سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود في ذلك الوقت مازال على الكفر، فوجدوه يرعى غنم لعبد الله بن الأريقط، فأطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام نعجة باش يحلبها، فقال له عبد الله بن مسعود إني مؤتمن. وش معنى مؤتمن؟ يعني الشيء هذا مش نتاعي، هذا ما هوش رزقي، أنا راني خدام. تخيلوا رجل في الجاهلية مازال ما دخلش في الإسلام يقول هذا الكلام، مع أن المسلمين في هذا الزمان تلقاه مؤتمن خدام عند واحد ويسرق فيه ويخدم مع واحد ويسرق على كل حال ويدير فيه المنكر الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ائتنا بشاة لم ينزو عليها الفحل، جيب لنا نعجة ما فيهاش الحليب أصلا. فأتاه بشاة ضرعها يعني طافي ما فيهاش الحليب، فمسح الحبيب عليه الصلاة والسلام على ضرعها بيده المباركة الشريفة، فملأ الحليب في طست من حجر، فشرب وشرب أبو بكر الصديق وبقي الحليب في الإناء، فقال له عبد الله بن مسعود يا رسول الله يا أيها الرجل علمني. قال له علمني الشيء اللي راك درته لهذه النعجة حتى ولا تحلب.
فقال له الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: إنك معلم، ما دام عندك الأمانة في قلبك سوف يكرمك الله تعالى بالإيمان. كانت عندهم الأمانة قبل ما يدخلوا في الإسلام، وكانت عندهم الكلمة قبل ما يدخلوا في الإسلام، وكان عندهم النيف والشهامة والرجولة قبل ما يدخلوا في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام زادهم جمالا على جمال وبهاء على بهاء. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية: إذا فقهوا. إذا فقهوا يعني إذا صار الرجل فقيها، وإذا فقهوا يعني إذا تعلموا علما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وأن يحفظنا من كل سوء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الشافع يا محمد، يا محمد صلوات الله عليك، يا محمد يا رسول.